بربر بشيء هلا أسد الوشاني شيم حموهات لإيران وتقيشون كربة سري أنا والله مهر ناوسن جهز أنا فرابن زیاتر لە 10000 نەفەرە بن هەموو دەروێشی کەس نەزانی نیوەی برینارە تەقیان کردێ کردن پێنج هەزار نەفەرە بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة طبعا قبل البدء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نود التنويه هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات نكرر التردد مرة أخرى 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم على هذا التردد الجديد والانتقال إلى هذا التردد لمتابعتنا بكل جديدنا طبعا المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو كان لعملية اقتحام إيرانيين لمنفذ باشماخ الحدودي مع إيران من محافظة السليمانية اليوم الموضوع سيكون عن المنافذ الحدودية في العراق وكيف أنها تستغل من قبل الميليشيات وكيف أن الدولة فاقدة للسيطرة على هذه المنافذ وكيف أن العراق يخسر ما يزيد عن 10 مليارات دولار باعتراف النواب الحكوميين وكذلك سنأتي بعد قليل بالتفاصيل حول هذه الأخبار أكثر من 10 مليارات دولار سنويا يفقدها العراق بسبب هذه المنافذ وبسبب سطوة الميليشيات عليها وبسبب الفساد وسيطرة الأحزاب على هذه المنافذ طبعا مصطفى الكاظمي توعد بالسيطرة على هذه المنافذ لكن كالعادة هي مجرد وعود تطلق لم نرى وعدا يحقق من مصطفى الكاظمي مجرد وعود تطلق في الهواء وبالنسبة للشعب العراقي يستمر بحالة الفقر والبطالة وفقدان هذه الأموال من ثرواته ومن الأموال العامة التي كان بإمكانها تساهم في انعاش الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا طبعا اللجنة المالية النيابية أقرت بوجود هدر للمال للأموال تصل قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا من جراء الفساد المستشري في المنافذ الحدودية عضو اللجنة جمال كوجر قال إنه لا توجد إحصائية دقيقة بشأن حجم إيرادات المنافذ الحدودية إلى الآن مضيفا أن الإيرادات السنوية من المنافذ التي تدخل إلى خزينة الدولة لا تتعدى 2 مليار دولار في أحسن الأحوال بينما تذهب بقية الأموال إلى جيوب الفاسدين طبعا هذه اللجنة المالية النيابية في اللجنة المالية النيابية أيضا مقرر اللجنة أحمد الصفار قال إن من 10 إلى 20% فقط من واردات المنافذ الحدودية تدخل إلى خزينة الدولة فيما تذهب بقية الأموال والإيرادات إلى جيوب والأحزاب وبعض الشخصيات السياسية المتنفذة وهو فساد ما بعده فساد كما وصف عضو اللجنة لجنة الخدمات النيابية مضر خزعل قدر إيرادات المنافذ التي لا تدخل خزينة الدولة العراقية أكرر لا تدخل إلى خزينة الدولة العراقية ب 13 مليار دولار أمريكي سنويا هذه الأرقام الحكومية مشاهدينا الكرام هي أكبر دليل على حجم الفساد الموجود في المنافذ الحدودية وموضوع اختراق الحدود من قبل الإيرانيين ليل نهار وهي ليست الحالة الأولى تكررت سابقا هي موضوع أيضا يؤكد أن المنافذ الحدودية مسيطر عليها من قبل الأحزاب والميليشيات الفاسدة وبالتالي الدولة فاقدة للسيطرة على هذه المنافذ الحدودية كيف ستتعامل الحكومة مع هكذا هدر كبير جدا للمال العام؟ هل فعلا يستطيع مصطفى الكاظمي أن يسيطر على المنافذ الحدودية في وقت لم يستطع أن يلقي القبض أو ألقى القبض ولم يستطع أن يحتفظ
14 عنصرا فقط من ميليشيا حزب الله التي كانت تقف بجانب منصات لإطلاق الصواريخ وتتحكم بها وتستهدف الأبرياء المدنيين وكذلك تستهدف المنطقة الخضراء، لم يستطع أن يبقيهم داخل السجون والمعتقلات. وكذلك الميليشيا في البصرة التي أيضا تم إطلاق سراح ثار الله، التي تم إطلاق سراح عناصرها وكذلك إعادة فتح المكتب مرة أخرى. هل مصطفى الكاظمي قادر على التعامل مع الميليشيات المتنفذة في الدولة، مع الأحزاب التي سيطرت على الدولة وعلى العراق وأمواله ل17 عاما بعد الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكانكم أن تشاركوا معنا مشاهدينا الكرام للإجابة عليها ولمعرفة ما الذي يحصل في العراق، في تحديدا في المنافذ الحدودية، ولماذا تهدر هذه الأموال بهذه الطريقة، ولم تكن هذه الأموال لتنهض العراق ولتنعش الاقتصاد العراقي في الأزمة الحالية التي يمر بها. طبعا دعونا نشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من منفذ صفوان الحدودي في البصرة. طالب مدير ناحية صفوان في محافظة البصرة الحكومة بالإسراع بتأهيل منفذ الناحية مع الكويت، فيما أشار إلى أن العمل في تأهيل المنفذ متوقف منذ 2012 بسبب الفساد في طرق إحالة المشاريع وعدم الرقابة الحكومية عليها. فلنشاهد. تعتبر أنه الآن منفذ حالي تطلق عليه منفذ حدودي، الآن ممكن أن نسميه معبر باعتبار أنه لا بنى تحتية صحيحة ولا إجراء خدمات صحيحة للتجار أو غير مناسب للتبادل التجاري أو للسفر. الأسباب أنه للأسف الشديد مثل ما تعرفون أنتم المشاريع الوزارية الأغلب يعني إلا ما ندر أنه هي مشاريع فاشلة، يعني ما تنحل بالطريقة الصحيحة، والشركات اللي تأخذها شركات بائسة. واليوم للأسف الشديد أنه منفذ صفوان انحل بال 2012 إلى أحد الشركات، هي ائتلاف الحب ووفاء الأرض، أحد المشاريع الوزارية، والآن موجود بس هياكل أساسات 9%، بينما هم مؤسسة منتجة. تحولت المنافذ من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للمنافذ، مرتبطة برأس الوزراء، توقعنا أنه تنحل كل مشاكلهم ويصير تطوير للمنفذ. للأسف الشديد أنه بقى المنفذ. طبعا المنافذ الحدودية مشاهدينا الكرام بإمكانها أن تدر على العراق والعراقيين أموال طائلة جدا وتنعش الاقتصاد العراقي، ويستفاد العراقيون من هذه الأموال في إعادة بناء البلد، طبعا في ظل وجود حكومة وطنية. لكن في الوضع الحالي أمر مستحيل في ظل فقدان السيطرة التام على 22 منفذ حدودي هو ما يملكه العراق فعليا من منافذ حدودية عاملة في العراق الآن، وهذه المنافذ تدر على العراق مليارات سنويا. لكن العراق أو الخزينة العراقية وكذلك الشعب العراقي هو الأهم، لا يتمتع بأي من هذه الأموال، بل تذهب بكل سهولة وبساطة إلى الميليشيات والأحزاب. السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا، حياك الله. محمد يحفظ قناتكم الشريفة الموقعة. أنت الوحيد، أنت الوحيدون نعم بالأصوات العراقية. الله يبارك بك، الله يحفظك، يعني الله يحفظ جميعا، الله يخليك. بالله العظيم يعني هاي المنافذ الحدودية يعني بالسنة أقل شيء 13 مليار 14 15 مليار، بس الحكومه ياخذ مليار واحد. نعم. لانه هذا ايران وحزب الله والنجباء وقيس الخزعلي وغيره وغيره. نعم. من مكاتب على الحدود ياخذون هذا الاموال. نعم. ونعرف الله عليهم. ان شاء الله العراق الواحد، بس عندي كلام واحد والله ذاكر الدكتور كلامي يتحرك على الميليشيات، ولا هو ضعيف على الميليشيات، ان شاء الله الله ينصره ويترضى العراق والشباب العراق ان شاء الله. طيب. الله يحفظه. انا اشكرك يا ابو زكريا من كركوك. ابو فيصل من السعوديه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك استاذ محمد، الله يسلمك، الحمد لله بخير. تحيي لك وتحيي القناه وكادرها الطيب، تحيي المشاهدين، الله يبارك بك. بالنسبه استاذ العراق، موضوع الميليشيات، سيطره الميليشيات الايرانيه على منافذ العراق، نعم، حدود العراق،
استاذ الميليشيات الايرانيه مسيطره على العراق كله، حتى رئيس الوزراء ياتون بهم لا ياتون الا بعملاء، يعني هم رئيس الوزراء هو لا يمر الا عن طريق الميليشيات استاذ محمد. نعم. يعني البلد هو تحت احتلال ايراني كامل، وما بالنسبه لرئيس الوزراء فرئيس الوزراء هو مجرد بس واجه كانه في رئيس، ولا اليهود البلد ليس الكاظم ولا ابراهام، انت شايف بلد رئيس ما يسمى برئيس الجمهوريه ابراهام صالح يهدده مجرم واحد مثل قيصر خازع علي هذا احد احتلالات العراق، يهدد رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه لم يتخذ اي اجراء ضدي، يعني لو كان عنده كرامه رئيس الجمهوريه لا يوقف هذا الرجل ويحاسبه، لكنهم هم حتى اعلاميا يعني ماشيين. نعم. فلا تولي بالعراق، تحيه لك. شكرا جزيلا يا سيد ابو فيصل من السعوديه. طبعا واردات المنافذ الحدوديه هي جزء بسيط جدا من ما يمتلكه العراق فعلا بخلاف النفط. يعني الثروات الموجوده في العراق الطبيعيه الموجوده تحت الارض وكذلك الصناعه والزراعه في العراق والثروه الحيوانيه بامكانها ان تنهض العراق وتجعله من اغنى بلدان المنطقه ولا يعتمد على النفط اعتماد كلي، لكن للاسف الوضع في العراق الان ومنذ الاحتلال ولغايه هذه اللحظه وضع كارثي، والسيطرة بيد الميليشيات والأحزاب الفاسدة التي استطاعت أن تستحوذ على هذه المنافذ، وكم من كميات كبيرة من المخدرات والسلاح والأفراد دخلوا من هذه المنافذ الحدودية بسبب سيطرة الميليشيات. حتى في الفترة الأخيرة منذ قدوم جائحة كورونا إلى العراق ودخول هذا الفيروس إلى العراق عن طريق أيضا المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات خاصة مع الجانب الإيراني، دخلت واستمرت الحركة، حركة المسافرين وحركة التنقل والبضائع من وإلى إيران، وكان هناك نقل بالطبع للفيروس إلى العراق بسبب أيضا المنافذ الحدودية وفقدان الحكومة السيطرة على هذه المنافذ. السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. أهلا يا أستاذ محمد، تحياتي لك وللبرنامج وللقناة. الله يسلمك. بالنسبة لرئيس الوزراء يستطيع مع تعاون البرلمان والمرجعية والسستاني إدارة البلد يعني الجمهورية، ولكن أنت ذكرت الإيرادات يا أستاذي قلت مليارين، أنا أعتقد أكثر من ذلك العدد، يعني نعم. هذا عدد غير كافي، بل عشرات المليارات، انا اقول اكثر يعني. نعم. وكذلك قصر السلاح يا استاذي للدوله، وكذلك جريمه المخدرات هذه مصيبه يا استاذي. نعم. نعم. يعاني منها المجتمع والشعب العراقي، وتحياتي لك وللبرنامج يا استاذي يا محترم. شكرا جزيلا سيد سعد من السعوديه للمشاركه معنا. السيد ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لهذا الموضوع يعني هو موضوع صار يعني قديم جديد. نعم. أحب أن أصحح معلومة. تفضل. هم طبعا يعني بما قالوا المسؤولين الموجودين الآن أو بعض المسؤولين الموجودين الآن في الصوفة. نعم. بأنه واردات المنافذ الحدودية سنويا 10 مليار دولار. نعم. لأنه الذي يصل إلى الحكومة فقط مليار، لا يا أستاذ. ما يصل ما بين ما يعني واردات سقفها ما لا يقل عن 80 الى 100 مليار دولار بالسنه. وهذا باعتراف عادل عبد المهدي لما كان رئيس للوزراء. نعم. اذا تتذكر قبل 4-5 اشهر لما المنتفضين والثوار بالبصره قطعوا هذا الميناء اسمه انتصر. نعم. 4-5 ايام قطعه نفس عادل عبد المهدي طلع، وعادل عبد المهدي دكتور ما بالاقتصاد. طلع قال بهال4-5 ايام احنا خسرنا 7 مليار دولار، فتصور في مدى الحدود واحد 7 مليارات دولار. يعني كان يتحدث ايضا يا ابو زينب على قضيه قطع الطرق بالنسبه لموضوع نقل ناقلات النفط وغيرها الشاحنات، يعني هذا كان ايضا جزء من الكلام، يعني الموضوع ليس فقط على المنافذ الحدوديه، هو كان ايضا بسبب قطع الطريق على المنشآت النفطيه في البصره. كلفت العراق هذه المليارات. نعم. على كل حتى لو كان الامر بهذا، واردات العراق 31 مورد معدني سنويا لا يقيسون الموازنه والميزانيه الا على مورد النفط فقط. اي وحده. ثانيا، اين ذهبت قياده قوات الحدود؟ نعم.
قيادة قومة الحدود الشمالية، قيادة قومة الحدود مال المنطقة الوسطى الغربية الجنوبية الشرقية والرحل. نعم. وهم هذول هم أيضا بؤرة الفساد، لأن هذول متفقين مع العصابات المسيطرة على الحدود. يعني وخاصة احنا يعني نريد انه يدخلون مثل مواد غذائية او طبية او غيره ما يحتاج الانسان. نعم. واحنا من 2003 الان جاي يدمرون بنية المجتمع العراقي بادخاله للحبوب المخدرة. نعم. اللي تصنعها باكستان وافغانستان وتجيب لنا اياها ايران. نعم. الدحين الان يدمروا لك الشباب وخاصة هذا الكريستال اللي هو اكثر انواع الحبوب. طيب كل هذا اللي تفضلت به يا ابو زينب، كل ما تفضلت به نقول انه مصطفى الكاظمي دا يوعد انه هو يسيطر على المنافذ، لكن السؤال المهم، هل يستطيع مصطفى الكاظمي ان يسيطر على المنافذ الحدوديه اللي تتحكم بها الميليشيات والاحزاب، وهو مدى يقدر اصلا يسيطر على الميليشيات اللي دا تغتال واللي دا تنتشر بالمحافظات العراقيه ترصد الشخصيات التي تعارض سياساتها، تغتالهم وسرقات وخطف واعتقالات، هو مدى يقدر يسيطر على هذا الموضوع؟ يقدر يسيطر على المنافذ الحدودية ويقطع عن هاي الميليشيات والأحزاب هاي المليارات؟ لا طبعا هو ما يقدر، من اللي راح يجي بعده يقدر، مستحيل. ما طول العملية عملية محاصصة. هو لو يقدر كان رد الاعتداء الإيراني اللي على المحافظات الشمالية المسماة بإقليم كردستان، ورد الاعتداء التركي اللي على دولك احتلوا 32 قرية من الدول. طيب. ويجيبوا له بس يستنكر ويمدد ويسجد. طيب. إذن هو برأيك فاقد للأهلية بأنه يسيطر. نعم. أنا أشكرك يا أبو زينب من النجف. أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد أكو مثل عند العربي يقول حاجة ما تصفق. نعم. والله لا مصطفى الكاظمي ولا غيره ولا بعد 200,000 سنة العراق راح يصير في 120 عراق في حكومات وفي أحزاب شايبة. نعم. سيد محمد بالنسبة للمنافذ، المنافذ هو الشعب مش مستفاد منها، ترى الحكي بيناتنا لا الحكومة ولا الشعب مستفاد. عمي شغلة بيد الأحزاب سيد محمد. نعم. يم الأحزاب أدري يا أبو عراق، هي الأحزاب مو هي الحكومة ولا الأحزاب شيء ثاني؟ لا هي متفرعة من عندها، كل من يمشي على وجهه. قال محمد العراق تفرع. نعم. احنا خاف نحكي ويقولون هذا طائفي، كانوا يتذكرون أيام المخدرات الحشيشة، كانوا يقولون بعهد صدام أكو شان واحد يقدر يطبق له ذرة ابو عراق. احنا دائما نرجع ونقول انه الماضي انتهى واحنا بدنا نعيش اليوم. اليوم احنا بعد 17 سنه من الوعود من حنسوي لكم العراق جنه، اللي بدنا نشوفه كلام عكس اللي الوعود اللي اطتها هاي الاحزاب للعراقيين، وهاي الاحزاب اللي هي الحكومات، يعني الحكومات المتعاقبه. يعني اليوم وصلنا الى مرحله انه هاي المليارات اللي كان من المفترض ان تدخل الى خزينه الدوله وتفيد الشعب العراقي، دا نشوف هذا تذهب الى الاحزاب والى الميليشيات، وطبعا هي الحكومه بشكل عام. من الشخص الذي يستطيع ان يسيطر على هذه الاحزاب؟ هل هذه الحكومات المتعاقبه تقدر تطلع شخصيه وطنيه قادره على السيطره على هذه الميليشيات وكبح جماحها ومنع الاحزاب من سرقه المال العام؟ استاذ محمد كلمك خوش كلام، وانا راح اجاوبك بصراحه. والله إذا آمنا بالله وبالانتفاضة هاي شغلة المظاهرات هم يقدرون يخلون واحد. أستاذ محمد هسه ترى من تعقبها الحكومة، حكومة جاي تسلم الحكومة. أنا خلصت بوردي استلمها الثاني من مكاني. نعم. محمد العراق صار، العراق انتهى. إلا اللهم إذا الله لطف لنا الضاحي عند مخافة الله. نعم. يقدر يخلصنا من هاي. عمي صعب. نعم. صعب يا استاذ محمد. نعم. صعب. الناس جوعانه، يعني كل ما يمر يوم نقول اللي مضى احسن من اليوم. نعم. استاذ محمد شعب راح، صعب. هسه اخواننا بالجنوب
يعني من جهة خلنا نضرب مثال، البصرة هي أم النخب، شنو المستفادة منها؟ شنو المستفادة من النخب؟ شنو هو؟ كل شيء ما مستفاد. كل شيء ما بتهمه، يعني البصرة ما بتهمه النخب. نعم وضحت الفكرة أبو عراق، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد أبو هاجر من كندا، تفضل يا أبو هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا حبيت أضم صوتي إلى الأخ اللي تكلم قبلي. نعم. العراق تفكك بهذه الشرذمة اللي جابتها أمريكا وإيران، اتفقوا على العراق من أجل تفكيكه. نعم. فككوه وانتهت. هذا الكاظم اللي جاي هذا جاي دي يكمل على تفكيك العراق. نعم. هل هو هذا الكاظمي شكله وماضيه السياسي يأهل أن يقود خراب مثل بلد خراب مثل العراق؟ لا، هاي وحدة. نعم. مين هو جايبيه حتى على أساس أنه على أساس اللي نسمعه يكبح جماح الميليشيات. الميليشيات منو أسسها؟ الميليشيات أسستها أمريكا من اتفاق مع التستاني. أخويا هذول منظومة واحدة. الميليشيات زائدا المرجعية بالنجف برئاسة التستاني والنظام الحكومي بالعراق منظومة واحدة متكاملة أسستها أمريكا من أجل تدمير العراق، تخريب العراق. صدعوا رؤوسنا، صار ثلاث أربعة أيام بمقتل هشام الهاشمي. هشام الهاشمي شنو؟ مناضل مجاهد قاتل من أجل العراق، وقف وجه الاحتلال. أردفتهم على شنو؟ شهيد ما شهيد، ورئيس الوزراء راح البيت وجاي من بيته. هذه الأفلام وهاي الملأ. طيب وين دم؟ وين دم السبعمية شهيد اللي قتلوا في ساحات ثورة تشرين؟ وينهم؟ وين دمهم؟ وين دمهم؟ شو ما نسمع أي رد فعل من الحكومات. نعم. طيب وين المخيبين الخمسة وعشرين ثلاثين ألف شخص مغيب مخطوفين من أولاد من عوائلهم، نسوان وحدها بالبيت؟ أسألك. نعم. بالله، هل هذا عند غيرة؟ هل هذا عند حد أدنى من الأخلاق اللي يقبل الشعب شعبه بهالطريقة؟ هذا جاي رايح لي زيارة يقول له أبوك بطل. بطل على شنو؟ بطل بس أردفتهم. الهاشمي كان بطل على شنو؟ لا بطل ولا شيء. وهذا العراق شاير من خراب إلى خراب، من خراب إلى قبار. طيب. خراب من جاه هذولة شلة الزمرة اللي قعدتهم أمريكا ومحافظة عليهم وتحميهم بست قواعد، مو بس أمريكا، أمريكا وفرنسا وبلجيكا كلها عندها طيارات بالعراق. نعم. ما شاء الله. أردوغان يقول شنو معترض العراق على عمليات ضد الإرهابيين الأكراد من حزب البككة؟ نعم. يقول في العراق 60 وحدة عسكرية من 60 دولة. وهاي. نعم. الحقيقة. نعم. هاي الحقيقة. هذول جايين، ما جايين يبنون العراق، جايين يخربون العراق. نعم. نعم. هذا الهدف اللي مطيهم اياه، وهذا البناء اللي بيبنوا اياه. وضحت الفكره يا سيد ابو هاجر، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. نعم وضحت الفكره. معنا السيد عبد الخالق من البصره، تفضل يا عبد الخالق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو الكاظمي استاذ علم، ان شاء الله على الكاظمي. الكاظمي ما يسوي شيء. الكاظمي ما يسوي، كل شيء ما يسوي. لا ليش؟ الكاظمي لا العبادي ولا يجي بعد ورا الكاظمي يجي، ما يسوي شيء وما يصفى العراق. ليش ما يقدر يسوي شيء عبد الخالق؟ ما جاي شوف انت، جاي القتيل، الميليشيات جاي الطوب والصول والجول. يعني 14 واحد طب. ما هو دا يوعد يقول انا حسيطر على المنافذ الحدوديه. ما يقدر، والله ما يقدر. انا اعطيك وعد هسه، لا هو ولا بعد القتله ولا الوراء ولا القدامه يجون يسيطرون على الحدود. ما دام ايران بصفك ما يسيطر على الحدود. نعم. ما يسيطر. نعم. أمريكا يلا طب، يلا تقدر تسيطر على الحدود. أمريكا تكبر الحدود يلا. أمريكا جابتهم وهم يطلع. طيب أنا أشكرك يا سيد عبد الخالق من البصرة، وضحت الفكرة، شكرا للمشاركة. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود، يبقى معنا. Thank you.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. هذا حليق حائل صباح يوم الخميس 9/7 ساحة الفردوس، ثلاث مصرف رافدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا تابعتم هذا المقطع لاحتراق مصرف الرافدين في بغداد، ونتساءل حقيقة عن مصير رواتب المتقاعدين والموظفين كذلك. يعني قد نتمنى أن لا تكون هذه حالة من حالات السرقة، لأنه تعود العراقيون على هكذا النوع من السرقات وبعدها يتم حرق المنشأة لإخفاء آثار الجريمة. معنا السيد أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولقناتكم الشريف. أهلا وسهلا. إن شاء الله عليك. نعم. يعني حضرتك تقول إنه الماضي لازم نتركه. إحنا الماضي لازم نستفاد من عنده أستاذ. الماضي إلى الحضارات السابقة، حضارات زاهية كانت في العراق أو الوطن العربي. احنا ليش نفحص الشيء الزين؟ من لازم احنا نصير تغيير في العراق، يعني يكون افضل من السابق، صح ولا لا؟ لازم يكون جديد جدا، والناس مرتاحه، واكو خدمات، اكو الناس مرتاحه، وما تبي تتجوز، ولا اكو امراض، ولا اكو كل شيء. زين احنا شلون نحل مشكله في العراق؟ استاذ اذا هو الظالمي جاء يقول انا الشهيد الحي، زين احنا ما عرفنا شنو الشهيد الحي، لو غيرت شيء ويا العراقي، لو تصريحاته ويا العراقيين، وبس عمله ويا الحشد ويا المسؤولين، ليش؟ لانه احنا ما منتخب هو، بعدين هو شخص واحد، مو جاي التغيير لنظام حكم ثاني ويجي هو مع انتخابات جديدة راح يقوم بعملية التغيير. أستاذ إن جرائم تقوم بحق العراقيين يعني تقتصد يوميا. يعني مثلا وزير النفط يعني بأنه تسمينا لتنظيم وزير النفط البهادري سوى عقد مع 800 إيراني سايق يدخلون العراق وبدفع دخل دخلوا وقاموا بدون عمليه استحواذ على مطار بغداد والاستحواذ على نقل المسافرين. زين احنا شركات التاكسيات مالتنا وين صارت؟ السواق العراقيين وين صاروا؟ خريجين الجامعه خذوا كملوا كليات، كملوا واشتروا سيارات حتى يشتغلون على باب الرزق بالشوارع. يجينا ايراني يدخل نفتح الحدود، زين ايام منافذ مسدوده يا استاذ، منافذ مسدوده مش على الصناعيين، المنافذ مسدوده على منو؟ اشوف كل ايراني يدخلون. بعدين استاذ انه بريطانيا هي سبب مشاكلنا بالعراق من 21 وحتى الان، ليش؟ لان هي مستفيده من رجال الدين وعظموا اقتصادهم، خاصه هاي الوجبه الاخيره اللي صارت من اخذ الاموال ودعم العراقيين والاموال مال المقدسات اللي موجوده في العراق. يعني ليش ما تاخذ بريطانيا الى جانبهم؟ زين استاذ احنا مثلا عينك عينك، يعني ليش انا ما اشتغل لشعبي؟ يعني ليش اشتغل للسياسات للمسؤولين الثانيين؟ ليش انا ادخل ايراني؟ ليش ما ادخل ابناء بلدي هم اللي يتعينون؟ ليش ما انطيهم مثلا رواتب؟ ليش ما افتح المصانع؟ استاذ الشعب ترى هو منظم السلطه، ترى احنا ساكتين ساكتين عن ايش؟ يعني المفروض السكوت معناه دلائل على
فلهذا احنا ما ممكن اذا رح يبقى الوضع ترى اي تغيير ما في عراقيين. طيب انا اشكرك يوم عبد الله وضحت الفكره، شكرا جزيلا. ابو عمر من الفلوجه تفضل يا ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك حياك الله. بس تعقيب وبعدين ندخل بالموضوع. نعم. تعقيب على على ابو هاجر ابو كندا. اي. ابو هاجر ابو كندا يعني رجال والله الهاشمي احنا كنا نعرفه لا طائفي ولا عنده كش. وانتم الاعلاميين اعرف من عندنا به. انتم تعرفوه انه ايش قد قدم خدمه للعراقيين والمعلومات والكذا والتحاليل كان خبير يعني ها يعني مو دفاعا عنه وما كنت اعرف الشيعي الله شاهد ولا شم. الموضوع الموضوع ما له علاقه بالطائفه يا ابو عمر، الموضوع الموضوع ما له علاقه. الرجل الرجل اعطى وجهه نظره. نعم الرجل اعطى وجهه نظره وانتهى الموضوع. يعني هو يرى يرى الامور من بوجهه نظر معينه. تفضل. صحيح صح. بالنسبه للمنافذ الحدوديه، المنافذ الحدوديه من لازمها كلها الروس ما دوله. نعم. كل واحد له منفذ، كل واحد له كذا، ومخلين السماسرة تشتغل وهي معروفة والله حتى القاصي والداني يعرفها. نعم. وما أعتقد السيد مصطفى كامل راح يقدر يحل شيء لأنه كلها ميليشيات اللي لازمتها. عصابات وميليشيات إيران وهذا خاصة حدود إيران يعني. نعم. المناخب اللي قبالنا هي أكثر شيء منها. برأيك شنو الحل يا أبو عمر؟ شنو الحل؟ شنو الحل للسيطرة على السرقات هاي بالمنافذ الحدودية؟ والله الله سبحانه وتعالى. إلا قدر الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ونرم الله سبحانه وتعالى صحيح وندعو دعاء صحيح لله تعالى يخلصنا من هالعصابات هاي. ونعم بالله. شوف أبو عمر يعني إحنا أنا بصراحة لست فقيه بالأمور الدينية لكن اللي المعلومات البسيطة اللي أعرفها أنه رب العالمين ونعم بالله على قدرته واستطاعته ويعني إن قال للشيء كن فيكن، لكن الإنسان عليه أن يعمل، عليه أن يجتهد ليحصل على ما يريد. يعني احنا مو نقعد ببيوتنا ندعي ونقول يا ربي فك ازماتنا وخلصنا من الميليشيات وننتظر الفرج من رب العالمين. ونعم بالله كل الامور مرتبطه باراده رب العالمين، لكن الانسان عليه ان يعمل، يعني عليه ان يجتهد. المظاهرات اللي طلعت هي جزء من هذا الاجتهاد، جزء من هذا السعي للخلاص من هؤلاء. والله نعمل نعمل من الله اولا ثم من هؤلاء الناس اللي طلعوا ابطال ثوره تشرين. والله احنا نتمنى كل بانين كل الامال عليهم بس طلعت هاي تدري الشغلات كورونا ما كورونا وهاي وحجه راسا هفتهم خلاهم. ونامل نامل انه الابطال والناس الاشراف والوجهاء اللي بالمناطق الجنوبيه ان يرجعون مثل ما كانت الثوره يعني بعد هاي الجائحه هاي يخلصون من هؤلاء الشرذمة هاي الشلة القذرة. والله قذرة والله الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يخلصنا من عدم. أنا أشكرك يا سيد أبو عمر. نعم وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك للمشاركة. السيد أبو علي من واسطة تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للجمهور الرافدين. حياك الله. للعراق والعراقيين. أهلا وسهلا. محمد احنا ضمات يلومونا من نقول هذول حرامية. بس احنا ما نقول هم يقولون. نعم. يعني هم اول ما اجوا العراق كانت يعني سعر برميل النفط مرتفع جدا، ما شفنا اعمار، فلوس وين راحت؟ مقاولات كاذبه، كانوا ياسسون شركات وهميه. نعم. يدفع اول دفعه قيمه حوالي 75% من قيمه المقاوله، وهم طبعا عدلوا القوانين، هي كانت المفروض 15% حسب القانون العراقي، لكن هم عدلوا حتى ياخذون الفلوس. نعم. بعدين بعد ما اجى تنظيم الدوله ونهب العراق لان كان اساسا فساد واصل للجيش ماكو اسلحه وبالتعاون طبعا مع الاحزاب العراقيه الموجوده الحاكمه بالسلطه تعاونوا لادخال داعش. بعدها وين راحوا؟ شوف تسلسل عندهم تسلسل السرقه شلون هم منظمينه. بعدين راحوا للاعمار، اعمار المناطق المحرره مثل ما يسمونها. نعم. مين؟ لجان اقتصاديه وين؟ للميليشيات المنضوية تحت اسم الحشد الشعبي. نعم. كل واحد ياخذ له، انا استوليت على هذه اخذها انت عمر بها. زين الاعمار وين؟ لحد الان يعني من 2014 لحد اليوم، قول لي وين المكان اللي دقت فيه طابوقه وين؟ وين الكهرباء اللي تعدلت فيه؟ نعم. وين المجال؟ الموصل نهب، نهب جدا بالتعاون مع اللي محسوبين على يعني عذر من هذه التسميه اسميها امام العراقيين. محسوبين على اهل السنه بالبرلمان. نعم. بالتعاون معهم يبقون
ولا يسوي لهم طريق ب 150 مليون طريق ما يتعبد حوالي حتى ب 20 مليون. هسه وين لجوا بعدين؟ لجوا على المنافذ الحدوديه، كل واحد كاظ لك الله. نعم. اهل البصره كاظيهم النار، اهل صفوان كاظين، اهل العماره واهل الكوت. بنحكي على الاحزاب الكرديه نفس الشيء، هم نادينهم مجرمين وما حد يقدر يحكي وياهم. ما حد يقدر يقول للبرزاني انت حرامي، ما حد يقول للطالباني انت حرامي، للاحزاب الموجوده حالة. فهم النهب يعني شلون تسميه؟ هم اساتذة يعني، هم اتخذوا الله يعني يعذرني، حتى ابليس مل من عندهم، حتى ابليس قال هذا مو سوالف انا اسويه. نعم. يعني حتى تخيل استاذ محمد، حتى بزمن الكورونا وين البوق مالتهم؟ راحوا على اساس مو يجي العراقيين يجون من برا لازم يصير حجر 14 يوم، قام البوق عندهم يصير بالفنادق ياجرون الفندق يعني. ابو كرة. علي ابو علي، المقوله العربيه من امن العقاب اساء الادب، يعني تنطبق على الواقع في العراق الان. الميليشيات لو لم تامن العقاب، انه الحكومات اللي اجت بعد الاحتلال ما راح تعاقبها وتركتها على راحتها تفعل ما تشاء وتخترق القانون وتتجاوز على حقوق الناس وللاموال العامه، ما كان هاي الميليشيات فعلت كل هذه الامور والانتهاكات. يعني احنا نرجع بالاساس، نرجع بالموضوع للاصل، للجذور. الجذور هي حكومات ما بعد الاحتلال وفسادها وسماحها لهذه الميليشيات انه هي تفعل ما تشاء. استاذ محمد خليني اختلف وياك بالراي. اول شيء هذا ما تسمى حكومه، وانما تسمى سلطه، ناس تسلط على السلطه. طيب. وتسلطوا على البلد على واحد. اثنين هم الحكومه، او مثل ما تسمى، احنا نسميها حكومه مثل ما حضرتك. طيب. الحكومه منهم هم؟ هم نفسهم ميليشيات، احنا ما احد يحكمنا ترى. اللي تحكمنا الميليشيات ما تحكمنا حكومه، يحكمونا مدنيين. نعم. فلذلك هم اللي يبوك، هو نفسه هو الحرامي. وهو الشرطي وهو القاضي، هذا ياهل الحاكمة بعد. بس رب العالمين الموجود. نعم. فلذلك سيدي الكريم هم اساسا متنبذين، وحتى اللي من اللي كبيرهم اللي علمهم السحر؟ هم نفس امريكا، امريكا من جابتهم وسوت هذا مالت المفتشين. شوف المفتشين بامريكا ناس يبحثون عن المتهربين من الضرائب والفاسدين. نعم. انقلب مكتب التفتيش بالوزارات، هذا يساعد على السرقه والفساد. وانا احد الموظفين بدوار العراق كان مكتب التفتيش هو مجرد من ابتذال لا اكثر ولا اقل. طيب. وهمينا الميليشيات، همينا سيطرت عليه وخلت اصابعها هنا. انا اشكرك يا سيد ابو علي من واسط، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، واعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. ابو احمد من بغداد، تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك الشيخ محمد مو استاذ. الله يسلمك. اي نعم تفضل. حياك يا مرحبا. الله يسلمك. احنا موضوعنا موضوع الاستاذ محمد على الميليشيات. الميليشيات هي المشكله الكبيره اللي ما بعدها مشكله، ودمارها او دمار البلد وجوع البلد والناس اللي هسه حايره بعيشتها كلها سببها هاي الميليشيات. زين نرجع يعني ما لها حل. نعم. يعني اليوم بالتحديد يعني يا ابو احمد، نعم هو الميليشيات الموضوع مرتبط ارتباط وثيق بالميليشيات، لكن الموضوع بالتحديد هو عن حجم السرقات اللي دا تصير بالمنافذ الحدوديه. العراق يخسر سنويا باعترافات الحكومه اكثر من 10 مليارات دولار. يعني احنا اكو دول مجاوره ان ميزانياتها السنويه لا تزيد عن 15 مليار دولار، واحنا بس من المنافذ دا نخسر اكثر من 10 مليارات دولار. يعني شلون حيتم السيطرة على هيك وضع وهاي المنافذ في ظل وجود حكومات فاسدة وأحزاب مسيطرة؟ نعم والله والله عتبنا عليه من احنا عتب. اولا العتب على المرجعيات الدينية، هاي واحدة. ثانيا الشيوخ العشائر العربية الأصيلة. نعم. وين ما تقول يا تعالي يا حكومة، أنتم هاي الميليشيات لعبت وشالت وقتلت ونهبت وسلبت، ما تحاسبون يعني هذول يعني هاي الحكومة رئيس الوزراء يجيبون واحد أضعف من الأخ. نعم. واحد أضعف من الأخ تكملة أدوار لا أكثر ولا أقل. ترى تكملة أدوار يعني ظهر التفخيم الجماعة ما أعرف ذيك وإيران، هاي الشغلة معدية بدون شك يعني. ولا شنو معناها؟ أنت تجي على الحروب باليمن موجودة، سوريا موجودة، ويعني أمريكا إحنا بالثمانينات أخي العزيز أستاذ محمد. نعم. إحنا بالثمانينات إيران ترى هالقدوتة
نفاخ ينفخون بها على نووي وذري وما ادري شنو وكبروها، كبروها علينا منو؟ امريكا كبرت علينا والله. ولا شنو يا العراق واحده يمكن قدر يخلي حد يراجع لها مع، لكن احنا نرجع ونقول السبب الاول من شيوخ العشائر، اثنين المرجعيات الدينيه السنيه والشيعيه بدون استثناء يقفون يخلون حل الميليشيات. يا اخي الميليشيات يعني هي البلاء والمشكله اللي تابع الاحزاب. الميليشيات منين جايه؟ من اسم الاحزاب. انا اشكرك استاذ محمد. شكرا جزيلا يا ابو احمد من بغداد. طبعا لجنة الزراعة النيابية قالت إن المنافذ الحدودية باتت وبالا على الشعب العراقي في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة عن وقف عمليات الفساد في المنافذ لا سيما التهريب. اللجنة أضافت أنه في الوقت الذي ينجح فيه المزارع العراقي من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية، إلا أن السوق المحلية غارقة بالمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة وبأسعار عالية، بينما يباع المنتج المحلي بأبخس الأثمان. قبل يومين عرضنا لحضراتكم مقطع أنه بعض المزارعين في شمال العراق يعني اعترضوا على موضوع غزو المنتج المستورد للأسواق العراقية، وصلوا إلى مرحلة أنهم شالوا صناديق الطماطة ورموها بالشارع اعتراضا على موضوع السماح للمنتجات الأجنبية المستوردة بالدخول إلى العراق ذات الجودة الأقل من المنتج المحلي وبأسعار أغلى، في حين المنتج العراقي الذي كان يشتهر وحتى لا يزال حقيقة بجودته وبطعمه خاصة بالنسبة للمواد الغذائية يهمل بسبب وجود السيطرة على المنافذ الحدودية، وطبعا الاستفادة من إدخال البضائع الأجنبية إلى السوق المحلية من أجل طبعا سرقات المال العام بشكل عام. هذه كلها صفقات فساد تندرج ضمن صفقات الفساد طبعا من أجل سرقة المال العام. السيد سمير من كربلاء، تفضل يا سمير. الشهداء التي استفطروا في ساحات المحافظات الجنوبية والوسط وفي ساحة التحرير في بغداد. نعم. بسبب الميليشيات اللي تابعة إلى إيران، هي السبب هذه القتل لكل هذه الناس في الساحات كلها. نعم. لأن تدمير المساجد، تدمير الحسينيات، وكانت هي حلاجات الميليشيات. ما حدث في تمرة وفي المصيب، كانت هي حلاجات الميليشيات التابعة، ميليشيات البدر وميليشيات قيس الخزعلي. نعم. وميليشيات الصدر. وميليشيات متنوعة أقصاها ولاير تابعة إلى إيران، هي تلب هذه الجرائم والوحشية. زين ولا؟ نعم. فهذه زين. عندنا شهداء آخر في المنوجة، عندنا شهداء في المنوجة وعندنا اعتقالات، هناك سجون ومعتقلات. نعم. هذه تابعة للميليشيات، هذه كلها للميليشيات. نعم. سرية وكلها من أبناء المنوجة. وأبناء الإنتماء وأبناء الإنتقامية وأبناء الدولاب وأبناء النتاب وأبناء بلاد الفقراء، هذه كلها على يد هؤلاء التكفيريين. إذا تنين تكفير يظهر يطرق راح الناس هذا فيه. طيب. أي والله السلام عليكم. أنا أشكرك يا سيد سمير من كربلاء. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل سريعا المشاهدين الكرام، سنختصر قدر المستطاع لبعض الرسائل طويلة. سيد أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول: العراق يحتاج إلى قضاء نزيه ومستقل بالقوانين والقرارات القوية، وجيش مستقل وقوي وخالي من الأحزاب والتحزب، وشرطة قوية ورئيس عسكري مستقل بعيدا عن الأحزاب بحماية القانون والقضاء على الفساد وإخراج الدولة العراقية من هذه المحنة. في رسالة لدينا وائل من الموصل يقول: السلام عليكم، نطالب مصطفى الكاظمي بالعفو العام، وين السجناء؟ وين ملف اللي كلفت به وزير الداخلية؟ والله ملينا نطالب وماكو فايدة. السلام عليكم، أخ محمد، نطالب بالإفراج عن المعتقلين، والله قلوبنا نار على ولدنا، خلي يسهلون أمرنا. في رسالة أخرى: السلام عليكم، زوجي مسجون، لدي 3 أطفال، نناشد من منبركم بالعفو العام، أكثر المساجين مظلومين.
طبعا لدينا رسالة يقول أحد المشاركين، إحدى المشاركات عفوا، السيدة أم زينب من العراق، ما أعرف من مين تحديدا، تقول والله ما عندنا حكومة عراقية، وين الكاظمي بقتل 7000 شاب قتلوهم بدم بارد، و 3000 تقصد 700 شاب يعني بالنسبة لشهداء ثورة تشرين، 700 شاب قتلوهم بدم بارد و 3000 جريح، ويزور بيت الهاشمي، زين ليش ما يزور شهداء العراق؟ في رسالة لدينا، مساء الخير أستاذ محمد، العراق كلهم يعرفون الميليشيات، هم إيران خلي يخلصون من الذيول، من ذيول إيران والفاسدين، هم يقتلون بالشعب. ونشكر قناة الرافدين فاتن من ألمانيا. وفي رسالة أخرى، رسالة تقول السلام عليكم، شكرا لقناتكم، أنا أخويا معتقل صار له أكثر من 10 سنوات، نطالب بالعفو العام، كان الله بعون جميع المعتقلين الأبرياء. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين ستنتقل إن شاء الله إلى تردد جديد وهو 1727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى، 1727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال على هذا التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.